وسهلا فيكم مطبخهم زيد من مدينة صويلح. اليوم بدي أقدم لكم طبخة اللي هي طبخة قديمة على زمن الأجداد السابقين. بتوقع إنها هسا الاسم أصلاً كله انقرض وتغير لاسم أحدث. هي طبخة اسمها المقروطة أو المقرطة بالأحرى المقرطة. تعتمد على العجين ولبن الجميل والبصل وزيت الزيتون. هاي الطبخة كانوا يحبوها الأجداد زمان، وطبيعة الفلاحين لما يروح من الحصيدة من السهل من الحراث من جسمه، هاي الطبخة حامضة بتفتح النفس، بتفتح الشهية، يعني بتخليه في الكمية، وهي مفيدة جدا للجسم. مكوناتها بصل مقطع شرائح، عجينة معجونة بدون خميرة ولا إشي، وعندنا لبن جميل وخالطينه برايب. احنا بداية بنطبخها هسا، بنولع الغاز، بنحط الطنجرة، بنحط زيت زيتون. حكينا مكونات هالعجين، العجين بصل شبر ومقطع شبر ولبن جميل وعدس مسلوق، والعدس الكل بيعرف القيمة الغذائية اللي فيه وخاصة البروتين، يعني تتناول العدس بلاش تتناول اللحوم بالمرة. بس يحمى الزيت، كمية هاي خفيفة خلينا نزيدها شوي. هسه بس يحمى الزيت. هاي الأكل كثير لذيذة، هي وتعتبر من المقبلات. طبعا هسه الناس استحدثت لها اسم ثاني اللي هي حراء اصبعه، وغيروا كثير بشكلها وغيروا كثير بمكوناتها. يعني بدل لبن الجميل الحامض صرنا نحط تمر هندي، بدل العجينه بطلت الستات تكون فاضيه تعجن وترقها وتفردها، صاروا يجيبوا المعكرونه الجاهزه اللي هي معكرونه الفيتوتشيني ويحطوا بدالها. العدس لا والله ضل هو، استحدثوا شغلات ثانيه اللي هي كزبره وتومي بيقدحوا لها، هاي لحراء اصبعه. بس احنا هون مكوناتها اسهل وابسط واسرع. فهي الزيت هون عندنا حمي، هاي بنحط تقريبا معلقتين بصل، طبعا هذا البصل بنخليه حتى يذبل ويصير لونه على ذهبي، يعني ما بدي احمره احرقه. احنا حاطين البصل، اللبن هي هون مغلي، طبعا مش مغلي هو محلول ولبن جميد ورايب. العجينه بدنا نفردها، هذا العدس مسلوق بس مش هسه بدي استخدمه. حرك البصل، يعني البصل عادة واحنا بنقلي فيه فريحته بتفتح النفس. انا متأكد انه كل الكادر اللي عماله بصور هسه بتشهون قاعد بس على ريحة البصل مش على الاكل. طبعا هاي الاكلة بيشتهروا فيها بتوقع اكثر المناطق الاردنية، الفلاحين اللي بيعتمدوا على الزراعة والحصاد لازم نرش لها طحين. لازم تكون العجينة كثير دقيقة لأنها باللبن راح تعطينا تنفش شوي. نفرد عليها طحين بالطريقة هاي لأنه احنا بدنا نلفها ونقطعها هسه زي المعكرونة راح تطلع معنا.
بعده البصل ما اعطناش اللون اللي بدنا اياه. هسه بالسكينه تقريبا نص سنتي لازم تكون لي. طبعا عزان جداتنا ما كان في لا معكرونه ولا اشي الواحد يستخدمه، فكان دائما العجينه بايدنا. هسه بتشاطروا بقولوا والله اخترعنا المعكرونه، وهن كانوا مخترعاتها من زمان. طبعا هاي العجينه بتعمل لنا كميه مرتبه يعني. هاي هون البصل صار لونه ذهبي، احنا بالحالة هاي بندير اللبن عليه. مش كله لانها كمية اللبن كثيرة. هسه اللبن بنستنى عليه حتى يغلي مع البصل. العجينه هاي بنفتحها، هايها شايفين كيف نفسها نفس المعكرونه صارت خيطانها. الهدف انها ما تمسك ببعضها ابدا. يعني حتى لو الواحد عملها بالبيت كمية كبيرة، كل ما عمل فرد منها يعني زي هيك برش عليها طحين ورد مرة ثانية، ما بدنا إياها تمسك مع بعضها. طبعا زمان الجدات كانوا يعملوها وجبة كاملة، وجبة تتغدى العيلة كاملة كلها منها أو تتعشى منها. احنا هسه الناس صارت تعملها صحن مقبلات، وحكيت لكم مثل ما ذكرت بالاول انهم استحدثوا لها اسم حراق اصبعه وتفننوا بالمكونات، زادوا عليها وحراق اصبعه. بتوقع اجتنا التسميه من بلاد الشام، من سوريا بالذات. لانه الشوا يعني الشوام هم بتوقع اللي زوزقوها شوي وحطوا لها مكونات ثانيه. طبعا بهاراتها، بس لما نحط العدس ونحط العجينه ونحط عليها بهارات المنسف. بهارات المنسف دائما تنحط على الاشياء اللي فيها لبن، اللي هي بهارات المنسف او بهارات السمنه، تعطينا نكهه كثير لذيذه هاي البهارات مع اي شيء اللي فيه اللبن. احنا لازم نستنى حتى تغلي. هاي شوفوا كيف زي المعكرونه، كانها معكرونه مسلوقه ومحطوطه، بس هي بعدها طبعا عجينه ولا انسلقت ولا لا. فكثير من الطبخات القديمه يعني لذيذة وفيها فوائد صحية كثير بس الناس تركتها، بطلت تذكرها يعني.
يعني اي افيد، اي شيء مفيد للجسم مثلا، اي قيمه فائده غذائيه، لبن ولا تمر هندي؟ بالعكس لا، يعني اللبن في فائده اكثر من التمر الهندي. فبنحكي انه زمان الجدات كانوا يعملوها انها وجبه كامله، يعني وجبه غداء او عشاء. هسه هيو غلي لبن الجميد مع البصل اللي قليناه حتى صار لونه ذهبي. بنحط عدس، العدس مسلوق عندي من اول، نص الكمية هاي تقريبا بده نص كيلو عدس هو. نص كيلو كله حطينا. هسه لما حطينا العدس لانه بارد شوي رح يتاخر، مشان لما تغلي اذا بحط اذا بنحط العجينه قبل ما يبدا يغلي العجين بتعجن مع بعضها، قبل ما يبدا يغلي اللبن لازم اللبن يغلي ونحط العجينه هاي. يعني في احدى المرات انا في عندي ناس بدون مسميات بيهتموا بالطبخ التراثي، فاحدى رجال زي ما احكي احدى رجال الدولة عندنا عنده عزومة كبيرة وطلب كل الاكلات التراثية، طلب مني اكلة اسمها مشوطة، انا بحياتي ما سمعت فيها. فلجأت احكي مع عجايز من الصلب، حجات كبار، حتى انهم علموني كيف اطبخ المشوطه. يعني لا يمكن احكي لواحد انا هاي طبخه تراثيه بقدرش اطبخها. فلما طلب المشوطه سالت وين من يعني بعرفها هاي الاكله، ولهم بيحكوا لي مثلا اهل الكرك واهل السلط، اهل السلط الفحيص هاي المناطق. فنزلت للسلط العجايز هناك سالتهم للحجات هاي الطبخه كيف بتنطبخ، شو مكوناتها. يعني الحمد لله طلعت كثير مكوناتها كثير سهله، اللي هي لبن جميل مع سميدة، بتنطبخ السميدة لحالة تتفلفل، وبعدين لبن الجميد مع بصل وسمن بلدي، يعني بتحمص البصل تفرمه ناعم، كمية كبيرة بكون بنحمصه وبالسمن البلدي وبنحط عليه الجميد ومع البرغل تشريب زي المنسف، بس فيهاش لا دجاج ولا لحم ولا إشي. وبالفعل طلعت كثير زاكية يعني لما طبخناها، وطلعوا اهل الكرك نفس الاشي بطبخوها نفس الطريقة. ففي طبخات تراثية كثير، يعني تقريبا هي شبه اندثرت الا اذا في حدا يعيدها بهالايام. هسا هاي غلي، هاي بدنا نسقط العجين، العجين هاي الكمية كبيرة طلعت على هاي على الكمية اللي انا عاملها. نكون حذرين واحنا نحط العجين شوي شوي حتى تغلي عليه، لانه بس تغلي عليه ما بيلزق ببعضه، اذا حطيناه كله ورا بعضه بيرجع بصير ببطل يعني يكون كل واحد لحالها. فاحنا الهدف عندنا انها تكون زي هيك، يضل كل واحد لحاله زي المعكرونه. كان الكميه كثيره بس لا شكلها كويس المقدار لهاي الطبخه هون. هاي هيك بكون طبقنا الطبخه كلها المقرطه.
تتركها تقريبا تاخذ بالغلي 10 دقائق بتكون هي استوت. طبعا تمسكه بالوجه بتزين ببصل محمر وزيت الزيتون. وبالعافيه على الجميع. هسا احنا طبختنا هون استوت اللي هي المقرطه، نطفي الغاز عليها، نسكبها بصحن البايركس. طبعا هي بتتزين بصل محمر بالطريقه هاي. عوجها زيت زيتون. صحتين وعافية. هسا زيناها بالبصل المحمر وزيت الزيتون على وجهها. وصحتين وعافية، وإن شاء الله إنها طبخاتنا تنال إعجابكم. وأي حدا بده أي استفسار بيقدر يتصل بمطبخ أم زيد، وأنا مستعد أعطيه طريقة أي طبخة هو بده إياها. اهلا وسهلا فيكم مطبخ ام زيد. طبعا مطبخ ام زيد مطبخ كثير بسيط ومتواضع، بنقدم فيه اكلات تواصي للناس. اليوم حابين نقدم لكم طبخه المكموره. طبخه المكموره هي طبخه بتعتمد على البصل والجاج وزيت الزيتون. تشتهر فيها شمال الاردن اللي هي سهول اربد، سهول حوران، وسوريا تقريبا. سوريا بتشتهر فيها اللي منطقة درعا، وهي شبيهة كثير هاي الأكلة بالمسخن. فيها اختلاف إنها هي بالعجين وبتنشوي بالفرن داخل الفرن. نبدأ بالطبخة هسا. أول إشي منجيب الطنجرة منحطها على الغاز. طبعا ما بصيرش نحط فيها زيت مازولا، هاي تعتمد على زيت الزيتون الصافي، وهي اكله كثير كويسه واكله حاميه من الاكلات الدافيه، يعني دائما بالشتاء هي ناس بتعتمد عليها اعتماد كلي، وخاصه بعد عصر الزيتون العصرات الجديده بيكون طعمها كثير لذيذ. هلا بنحط شويه زيت، وهي زيت بتاخذ كثير، يعني تقريبا يعني كيلو دجاج مسحب عندنا هون. عندنا كيلو دجاج مسحب، وعندنا كيلو ونص بصل مفروم فرمناه وجهزناه. هي الاكله هاي كثير فيها زيت، هاي حطينا تقريبا بتاخذ لها نص كيلو بس يحمي الزيت شوي. بنحط شويه من البصل، دائما اي شيء بدنا نقلي يعني بدنا نقلي بصل دائما لازم الزيت يكون شوي حامي، ما بنحطه الزيت بارد. ما راح احط البصلات كلهم، حط شوي. الجاج عندنا جاج مسحب مقطع قطع صغيره، ونقعناه طبعا نقعناه بالليمون والملح وغسلناه.
نستنى شوي حتى يطلع ريحة الزيت، ريحة البصل تطلع، ريحة القلي يعني له ريحة زاكية البصل لما يبدأ يحمي الزيت معه مظبوط. وهي الأكلة كثير كثير لذيذة وكثير زاكية، خاصة انك لما يعني لما نظبطها ولما نجهزها ونحطها بالصينية ونعملها بالفرن بعد ما تستوي بنقلبها بتكون زي قالب الكيك. طبعا بتاكل بجنبها لبن، لبن او سلطة حسب رغبة الشخص، بس دائما الزيت، دائما الزيت مع اللبن ازكى بطلع. في كثير ناس بيهتموا فيها هاي الطبخة، مثلا اهل الشمال يعني طبخة مميزة عندهم، واهل درعا طبخة مميزة عندهم. في بعض المناطق الثانية بيستخدموا طبخة ثانية اللي هي يعني المسخن، شبيهة فيه بس المسخن بكون يعني الخبز مخبوز جاهز بعدين بحطوا عليه المكونات. اما هون لا، احنا بنعجن العجينة، هسه بنحكي عن العجينة كيف بنعجنها. هسه حطينا الدجاج، عادة أنا بالنسبة إلي بطبخي ما بحط البهارات عليها أول إشي، هي بهاراتها سهلة كثير بس أنا ما بحطها هسا، بس يتغير لون الدجاج وأحط كمية البصل الثانية بحط البهارات والملح. هسا نيجي للعجينة، العجينة اللي هو كيلو ونص طحين، إحنا هون عاملين الكيلو ونص طحين، بنحط عليهم تقريبا 3 كاسات مي وملح، بدون 3 كاسات مي وملح بدون خميرة، وبنبدا بالعجن فيها، بنعجنها بنخليها تكون يعني شوي متماسكه، يعني العجينه مش مرقه كثير، العجينه مش مرقه منشان تكون سهله علينا بالرق، يعني ممسكه هيك مثل تقريبا مثل عجينه الكماج. فاحنا هون عجناها قبل ما نبدا، يعني ما مش مخمرة بالمرة. بعدين نبدأ نفرد فيها، الأكلة هاي شتوية هي، يعني بالشتاء أكثر من الصيف بيعتمدوا عليها لأنه الزيت بيعطش بخلي الواحد يشرب مي كثير. هسه عنا تغير لون الدجاج، كمية الزيت كثير يعني مش يعني شوية زيت، حطينا كمية كافية. هسه بنرد نزيدهم كمان شوي، هسه بندير كل البصلات هون بنحطهم. هسه بهاراتها، طبعا البصل باخذ ملح اكثر من شو اسمه، بدها تقريبا معلقتين ملح. فلفل اسود. تاخذ تقريبا معلقة ونص. زنجبيل، الزنجبيل كثير طعمه لذيذ بالاكل وكثير دائما مع اللحوم والدجاج والسمك لما بنحطه له فائده كثير، انه يعطينا ريحه ونكهه زاكيه مع الاكل. انا بالنسبه للمكموره يعني هي عملية إضافية، أنا بحط شوية هيل زيادة على البهارات الأساسية، شوية هيل وشوية بهارات مشكلة.
طبعا حكينا المكموره يعني بيشتهروا فيها اهل الشمال، واهل الشمال احنا عارفين اربد وسهولها تمتاز يعني بزراعه شجر الزيتون، وزيتونهم يعني عاده لما تقول والله انا جاي بزيت من اربد بيسالوك والله من وين؟ من البلد الفلانيه. يعني عندنا مثلا سحم الكفارات او الكفارات كلها زيتها كثير كويس، لونه اخضر غامق يعني بشهي لما بتحطه بالصحن، حتى ريحته تعطيك ريحه كثير قويه. وهي يعني مناطق الاردن كلها بتشتهر بالزيت، بس يعني الزيت هناك كثيف بتحسه، مش زيت خفيف. المناطق هاي يعني هيك شجرها، هيك شجرها بيعطي الزيت عاده يعني بعد العصر، كل الناس بعد عصر الزيتون كل الستات بيعملوا مكمورة، بيعملوا شغلات ثانية يعني بتكون يعني أي إشي بنشهر بطبخ الزيت بيشتغلوا فيه. في طبخات ثانية اسمها مردد، اللي هي العجين بخبزوه كله بالزيت بطبقوه مردد أو مطابق، يعني كل منطقة بتسميه شكل، وهي هاي طبخة ثانية غير الطبخة المكمورة. بس هي بأيام الزيت هاي بتكثر، عرفتوا؟ فكمان في خبز العيد القراص كمان بيسووها بدون مناسبة عيد، بدون أي مناسبة، لأنه الزيت نزل فبيعملوها، وكثير هذا الخبز زاكي. وإن شاء الله أنها اليوم مكمورتنا تعجبكم وتعطيكم الطعم اللي إحنا بدنا إياه وإنتوا بدكم إياه. هسا بدنا نبدأ بالعجينة، يعني بدنا نستنى شوي حتى تتقلى مظبوط البصل والدجاج، يعني باخذ له تقريبا 5 دقائق على الغاز. بعدين بنفرد العجينه وبنصفط بالصينيه وبنكمرها وبنحطها بالفرن. تاخذ بالفرن تقريبا يعني هي الكميه عندنا صغيره اليوم، بتستخدمها ساعه ساعه ونص، وبتطلع كثير شكلها حلو وزاكيه. فنبدا نفرد العجينه. بدنا شوية زيت على البلاطة، طبعا طبقة العجينة اللي بتكون بالصينية من تحت ما بنعملهاش رقيقة كثير، بنخليها شوي خميلة منشان لها تتحمل النار. هاي اللي هي الطبقة راح نحطها بآخر الصينية، طبعا بنحط تحتيها زيت. نحطها بالطريقة هاي، خلي شوي منها طالع على حفة الصينية. هسا هاي هون بتوقع انه كافيها تقلاي. خلينا نحكي انه مع مكوناتها بنرش اللوز، هسا بنطفي الغاز
لانها هي راح تستوي بالفرن. مظبوط. دائما اي طبخ عملية كمره بالعجين بالطريقه هاي، تغليفه بالعجين بسرعه بيستوي يعني. فهسه هيها استوت قليناها، هاي الطبقه الاولى. في ناس بحطوا طبقه بصل وطبقه دجاج، بس انا لقيتها هيك لما نحطه كله مخلوط مع بعضه بيطلع ازكى طعمها. هاي الطبقه الاولى بنرش لها شويه لوز، ما ننساش السماق. السماق بعطيها شويه حموضه. اهل الشمال يعني عاده لما بنطبخها ما بنرشش السماق عليها، مش زي المسخن، بس هي يعني هسه بتطلع اطيب، بتطلع فيها حموضه اكثر لما بنحط معها سماق بالخبز. هاي الطبقه الاولى خلصناها، هسه الطبقه الثانيه. هسه الطبقة الثانية رقيناها ونحطها. ونحط عليها كمان من المكونات اللي هي البصل والجاج والبهارات هون. نرجع بنحط عليها لوز وسماق. طبعا هي ما الهاش عدد معين بالطبقات، طبقات العجين شو ما بتوسع عنا الصينية احنا بنتحكم فيها، يعني اخذت اربع طبقات، خمسة، ستة، كله جائز. هاي عندنا الطبقة الثالثة. أكل كثير سهلة وكثير بسيطة. في ناس كثير بتعملها بالدجاج بعظمه، في ناس بتعملها باللحمة بعظم أو مجرومة، وكل واحدة لها نكهتها. يعني دائما اللحوم إذا استخدمت بعظمها أو الدجاج لما بتستخدمه بعظمه بيعطيك نكهات أفضل من ما يكون إنه هيك مجروم بدون عظم. بنرش له لوز، سماق. هسه مش راح نحط طبقة ثانية، بنحط طبقة التغليف. طبقة التغليف بنخليها كمان شوي خميلة، يعني مش رقيقة كثير.
نحاول انها تكون نهايتها مع الحواف الاولى اللي جوا. هسه الحفه هاي الاول وحده حطيناها، بنحاول نطبقها عليها بالطريقه هاي. وجهها لازم ينحط عليه زيت زيتون كمان زي ما حطينا باخر الطنجره اخر الصينيه. هسه هاي لازم نعمل فيها ثقوب. هسه بنغطيها بالقصدير وبندخلها الفرن. نخلي القصير رافع عنها شوي. هاي هيك خلصت المخمورة من التجهيز. هسه تنحط بالفرن ما يقارب ساعة ساعة ونص، وان شاء الله انها بتكون زاكي وبتنال اعجاب الجميع. نروح نحطها بالفرن. طلعناها من الفرن، طبعا بعد ما حمرناها، هي لازم بعد ما تستوي نحمرها. هاي نفتح عليها، بسم الله ما شاء الله شكلها بشهي. ما شاء الله كثير شكلها حلو. هيها زي الكيكة طبعا. المكمورة هاي تتقطع بالسكينة على شكل مثلثات، بتاكل معها اللبن والسلطة. طعمها كثير زاكي زي ما حكينا ببداية الطبخ، انها هي بتشبه المسخن، بس المسخن بنعمل بخبز جاهز بكون مخبوز وبعدين بنحطوا عليه الزيت والبصل بعد ما يقلوه، بس هاي لا، بتقلل البصل والدجاج شوي شوي على الغاز، وبعدين نحط البهارات اللي هي الفلفل الاسود، شويه هيل، شويه كركم والملح، وبنحط مع العجينه مباشره تنخبز بالفرن. وطعمها كثير لذيذ، وهاي طبخه بيمتازوا فيها اهل الشمال، وكثير طعمها لذيذ، وان شاء الله انها تعجبكم. اهلا وسهلا فيكم مطبخ مزيد.